قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. كانت كل ما كتسألني المعلمة أش بغيتي تكوني ملي تكبري، كنت كنجاوبها بإصرار كبير محامية. كانت كتبتسم في وجهي ابتسامة غريبة، ربما مع نفسها كانت كتقول أحلام الطفولة مهما طال لازم تصطدم بمرارة الواقع. لكن اللي ما كانتش عارفة المعلمة هو أن الواقع نفسه والظروف اللي عشتها هي اللي جعلتني نتعلق أكثر بمهنة المحاماة. جرت العادة أن المحامي المبتدئ كيمسك قضايا بسيطة، لكن أنا المحامية ليلى خرقت العادة وبديت بأصعب قضية، قضية دريس الرادي بابا اللي كان ضحية مؤامرة تسبت ليه في السجن وبعدت بيني وبينه المسافات. وبطبيعة الحال كانت أول خطوة خاصني نعمل هي أنني نبحث عليه. نزار نزار نعم اختي، اجا ولدك تسخن يلاه رضي عليك. اجي اجي اجي، عطاك حليب هي خبزه ودرها في النعناع الله يرضي عليك. دريس فاق، خليني عايشة. بغيت نقول لك صباح الخير، الساعة 11 هادي 11. تغسل وجهك على ما نطرف لك البيت. الله يعفو عليك. خلاص الله يعفو لي يا مالي، كنضرب الناس بالحجر. كتضرب نفسك كتضربني معاك. اش كتقصدي يا عائشة؟ صافي صباح الحال ونسيتي هضرة البارح. اش من هضرة؟ اش من هضرة؟ بالحق الحالة اللي كنتي فيها البارح موحل وشاقة حتى على سميتك. الله يخليك يا عائشة، الله يخليك. الصباح هذا عمرك ما غادي تفهمني، لانك فين ما كتبوح لي باللي في قلبك الا وكتكون سكران ما عقلش. ايه ما عقلش ما عقلش، رجع في الله. عايشة عايشة، أنا راه عمري ما نتخلى عليك.
ولكن ولكن اش؟ ظروف عيشة، ظروف. غلطة ديالي انا اللي اختارت طريقك وضحيت من اجلك. ضحيتي؟ تضحية راه ولات كلمة غريبة، والدنيا كلها هي عبارة على ميزان مقلوب والعبار فيه مغشوش. ولكن كيبقى الحب. حتى هو غشو فيها عيشة، حتى هو. وانا شنو ذنبي؟ ذنبك في انك تطلبي من انسان عمى يقطع بك الطريق. عيشة بدلي ساعة أخرى. صباح الخير يا عيشة. فينك انت؟ اش هذا؟ ايه فين جاي هاجم؟ فين غادي هكذا مدرب؟ فين؟ ياك لاباس شنو كاين سي الحطاب؟ كتسولني واش هذيك الحاله اللي جيتي فيها البارح؟ مبهدل. هذيك حياتي وانا حر فيها، وانت مالك؟ الجيران كيتشكاو. ويلا بلاك الله في داك الحرم خوي لي بيتي شرب انت الماء القاطع. هذاك السوق بعيد عليك، ياك انت كراتك كتاخذها، ايوا شنو مازال باغي عندي؟ كراتي؟ اللي سمعك يسحب لي واش انا عايش بدوك جوج فرانك اللي كتعطيني. حمد الله اللي صابر عليك ومخليك ساكن في هاد الخربه هاد. ايوا هاد الخربه غير هني راسك، راني عمرني ما غادي نخويها لك. طير ولا تنزل يا كدريس. واخا سيدي عند الفور يبان الحساب، وعرف راسك في من درتيها. الحطاب هذا واجرك على الله. هلا استاذه، ميسيون اكومبلي. الله يعطيك الصحه. تاكدتي مزيان من العنوان؟ 100% استاذه. ولكن ما قلتيليش شنو سبب الاهتمام ديالك بهذا السيد؟ موضوع خاص. المهم تنشكرك. شكرا استاذه. انا ما عرفتش هاد لي مانكا اشنو كيديروا. اللبسه اللي لبسوها كتجي معاهم. الوصفه السحريه ماما هي اللي جي من الرياضه. ما تفكريش فداك النهار ديال الرياضه. اش من نهار مشيت انا وحكيمه مرات الحاج نديروا لا مارش، كي الناس يا الناس تبعونا واحد جوج الكلاب هما يجريو وحنا نجريو، ما نفعتنا غير الطومبيله دخلنا ليها. واش غنقول لك بنيتي حلفت على لا مارش وما يجي منا. باين لي ماما حطمت الركور داك النهار. الخلعة دتينا جناوح، بغينا نديروا العدو الريفي، زخنا في العد الريفي. زوينه هادي. مساء الخير عليكم. مساء الخير. اهلا علي مرحبا. انت سعده ماما حوري. شوفي ديما هي اللي معطله. علاه علاش الهضره مع هاد الغزاله د المهمات؟ يبقى له الوقت يدا في راسه. هي نالي من الصباح وهي مقابله دوك الكتابات، هالفصول هالقانون. انا كنت حابه محمد غتاخذ لك هذا الوقت كله. نقول لك ديري حاجه اخرى. ما كنشوفش نفسي في مهنه اخرى. اما محوريه خاتي المقاولة راك عارفه اللي بدات المرافعه ديالها. المهم نخليكم. انا غنمشي نلبس. اما محوريه ما قلتيش لي الراي ديالك بخصوص اش؟ الاب ديال ليلى. ما عرفتش علاش نتوما مصممين باش هاد الاب ديال ليلى يحضر لدريب الصداق، ما عرفتش. شيء طبيعي مادام بابا عايش. انا عارف بان المساله محرجه، ولكن ليلى من حقها تشوف با اللي غايب على هادي سنين. شتي ليلى هاد الاب بالنسبه ليها مات وانتهى. علي سمح لي ديما معذبك معايا. لا ما معذبانيش، المهم هو نوصلوا للنتيجة. كنتمنى العنوان اللي معايا يكون صحيح.
بنيتي يا بنيتي، اعطي الراحه لراسك شويه. منين جاتني الراحه امي؟ حتى حد ما حس بالله اللي كتبدي في قلبي، حتى انا غادي نبقى صابر. انا عارفك يا بنيتي ما عندك زهر مع الرجاله، انت يا مخطيه شي سحور ولا عندك شي حاجه. دريت امي كل يوم على حال، حيرني معاه وبقيت عارفه اساسي من راسي. وعيت ما ندوي معاك، وانت اللي في راسك في راسك. ياك الحطاب ناوي المعقول ها، وما نعيبوه حتى من شي حاجه. ايوا انت فايت فيك الجواج. ايوا الراجل راه ستر المراه. خلاص امي مسي سي علي هذا الموضوع، هذاك السمسار ما واش من سهمي. ايوا تالي غتبقاي حاطه يديك على حناكك ومعرمه ليا هنا. مس الخير على عيشة. مو محجوبة؟ شت عيشة مبقاش حملت حتى في جهتي. وخلاص وليدي ما ديرش راسك فيها، ديرها مع عقل. مالي مستي ولا سيرك كلها في حوايجي. هضري مع أمي محجوبة وقول لها تبعد من داك البوهالي ديال دريس. بزاف عليك حتى يكون بوهالي، داك راه سيدك. سيدي؟ ومنين جاتو؟ كون كانت منو الكينة كون راه داير الخير غير في راسو. عيشة أنا راني شاريك. ونوضي على جاوبي هذيك اللي كتسول على السي كدريس. كيفاش؟ شي حدا تتسول عليه. هادي شي قضية بيناتهم. صافي يا دار ما يكون عاد شي مصيبة عاوتاني. ما بساليش صاحبي، صافي ما بساليش، صافي ما بساليش. اخت عائشه كان شي ما خديو البورطابل. شي ناس كتسول على ادريس. ديك السيده جات كتسولني والله كما طلبتني ورغبتني البورطابل، والله ما ندوي معاها. هي اش بغات عنده؟ جات كتسولني على ادريس، كتقول لي فين كيطلع فين كينزل فين كيمشي. والله كما طلبتني ورغبتني مزيان في البورطابل، لا قلت لها فين كيمشي يشرب. ولقاته معلومات القادره البورطابل واجرك على الله، واخا كيقولوا الريزو ناقص كنجيو يا طايره في السماء. اش بغات عنده؟ اش باغا عنده؟ جاب لها السي دريس وتلاح عليه بواحد عناقه، بداو كيبكي هي تبكي ويبكي في المهندي طويل. ديك الساعه انا مشى ليا الريزو ما بقيت فاهم والو. يا ليلي يا ليلي يا عيني. خل هي قول لها ادخل. اهلا اهلا بلالة حورية، مفاجأة سعيدة هذه. الله يبارك فيك. ولالة نسيبتي العزيزة، كنت يا لالة ملي بغيتي تجي تعلميني نوجد الحليب والتمر. الحليب والتمر حتى الفرح ديال ولادنا ان شاء الله. مالك شفتك متوتره ياك؟ لاباس، اشنو اللي شاغل لك البال؟ اللحظه اللي كنت متخوفه منها هذه سنين صهدها بدات يوصلني. اش من لحظه؟ دريس حتى قلت دفنت ودفنت الماضي معاه، هو يطلع ليا ثاني، بدا يطاردني حتى في نعاسي. والسبب ولادنا مصممين ما يتضرب صداع حتى يحضر هو. صافي هادشي اللي شغلك؟ هادشي اللي شغل لك البال؟ انا خايفه غير اللي يحكي لهم على الماضي وما درنا فيه. وشكون بغى يصدقوا؟ انا عارفه بنتي راسها قاسح، اختو اللي قلبها عليا. انا ما مستعداش نخسر بنتي، ما مستعداش. كتعرف ان بنتي هي اللي عندي في حياتي. كلمتوا كلمت جلسي جلسي جلسي. لا تبارك الله عليك دونجيون، مسلمتك نص ساعه دروطار. جو ميكسكوز شيري، مي ساجيستي دان كا اورجون. هما تجي فيك غير انت كيستو فو سي لو ترافاي.
انا خايفه من هاد المصحه تولي لي شي نهار ضره. نو سوا ترونكيل قلبي ملكتي. بغيت نعرف واحد المساله مهمه. شنو حسيتي البارح الوقت اللي شفتي باباك؟ ما نخبيش عليك عالي، احساس كبير بالخوف كيملكني، لاني كنفتح ماضي نار وهمدات ولا ترماد. ساس هادشي ديال نار وهمدات وسنين وداكشي ومن على هاد حرق الراس. عارفه ان هادشي ما تهمكش. انا ما بغيتش نقول هاد الكلام، اللي بغيت نقول لك هو انه غادي ندخلوا لواحد المشاكل حنا بعاد عليها ليلى. اش من مشاكل؟ ما شفتيش مامك البارح الوقت اللي جبت لها الموضوع؟ قول لي الناس اللي سولوا على دريس مازال غادي يرجعوا؟ ما فيهاش شك، انا كبالي بيناتهم شي فيلم هندي طويل. اجي هو واخا هي صغر منه. صغر منه؟ راهم صغارات ودايرين العجب المتعجب. انا المهم عندي هو عيشه بغيتها تكره دريس، ما تبقاش تحملو، تحيدو من دماغها. ما تخممش، الخبزه وصلت للفران وما يخصش انا زدت شويه من عندي. واش عيب الله تفضل عليا سكيري ديال الخلا؟ وانت انت صاحبي مره ورده مره كادو مره دار ريستورون وماش تلعب بحال هذا البورتابل هذا. انت غادي تدخل سوق راسك وغادي دير داكشي اللي قلت لك عليه، سمعتي ولا لا؟ وصافي طلق مني. الحاجة تشي عادي الله وصل. مرسي سيزي مو سودوسي تودو سويتا سيد الحاج. تبارك الله عليك بابا ان فغي ادمينستراتور. جافوك جو سوي تريز اكزيزون فيك بيرسونيل مي التسير المحكم هو اصل كل نجاح. انت بابا عندنا هنا 26000 ما مخلصاش، هذه 23000 ما مخلصاش، مسوحيدو لي 6% عباد الله ما عرفتش علاش. صافي صافي خليها تشد الفاكتورات. قول لي شنو درتي في قضيه لا بريباراسيون ديالك انت ديال داكشي ديال العرس والجواز ولا زعما بغيتي دير بحال ديرنا بحالنا بحال ايوه الناس حتى لاخر اللحظه عاد صيفط ليا شي دعوه. لا انت الخير والبركه بابا، واش عارف انا بلا ذكرى ما نعرف ندير حتى شي حاجه. المهم انا كنقوم غير بالواجب اللي كيحتموا عليا دوري كأب. اللي يخدك عليا بابا اللي يخدك. رونديفو ديال الليلة نسيت، سمح لي يا بابا نشوفو في العشية في الدار. باي باي. هاي السلام الله يهنيك. صح باش انت متاكده من هادشي اللي كنديرو فيه؟ شوف عالي الا ما كانش كيهمك امري يمكن لك تنسحب. نسحب نخليك مع راجل مازال ما كنعرفوش. بابا ماشي اي واحد. انا اللي بغيت نقول هو ان هاد السيد مازال ما كنعرفوش كيفاش داير ولا كيفاش كيفكر. سيتو ما نخبيش عليك عالي، احساس كبير بالذنب كيملكني كل ما جات صورته قدام عيني. رغبه قويه كتدفعني باش نعنقو نسميه بسميه بابا. وكلمت
نقدم لك علي خطيبي. صباح سيدي. شرفيني. شرفيني. اهلا وسهلا. تفضلوا. تفضلوا. اليوم كنت كنفكر واش غادي تشرفني باللقاء ديالك ولا لا. في الحقيقة أنا كنت مقرر ما نحضرش، ولكن بما أن الظروف حرمتني من مسائل كثيرة، أبغيت شيء تحرمني من بنتي العزيزة. وقيل غادي نخليكم واحد دقيقة إلا سمحتوا لي. تفضل. شكرا. هنا عائشة، سقي لي عوينتك. قصة طويلة وفي الهندي عمرو ما غيتقال. شوف داري يديها في يديه. هي لقيت حبيبي في البرا. بابا فاش كتخمم؟ كنخمم غير في علي خطيبك، وزعما في المستوى واش يستاهلك؟ علي يا بابا ما عندي ما نقول فيه. بصحتكم. يعطيك الصحة. ما قلتيليش يا علي، فين كتمارس؟ في شي عيادة ولا غير مع المخزن؟ باردون، أنا كنعتبر نفسي محظوظ كون الأب ديالي مدير إداري بمصحة خاصة. تبارك الله تبارك الله، مزيان. هادشي كيزيد يطمئني على مستقبل بنتي. معلومة بابا، عائلة صفوري ومن لا يعرفها. شنو قلتي؟ صفوري؟ صفوري المدير الإداري ديال مصحة هيبوكرات؟ تماما. بابا صاحب الحقيقة تحتك بتمكن الواقع. السيد راه زاغ وفرجوج ليه من الشواري. خلاص زبيدة ما زيديش على ما بيا، جيت نشكي عليك همي بغيتي تزيد تفقصيني. وبقى الا اللي حاطه لي يدك على خدك حتى تبان لك ديك الكرش، وديك الساعه تعرفي الفقايس كيف دايره. واش بغيتيني ندير غلطه العمر هادي وانا سي راه كنادي في الثمن؟ واجهي ضربي ليه الطر، قولي ليه يدير لك شي تاويل ويسترك من الفضيحه. كرامتي ما كتسمحش نرمي راسي على انسان ما راغبش فيا. كرامتك ويلي على الكرامه، ما فكرتيش في راسك، فمي محجوبه في كلام الناس. مشى ليه الريزو عاوتاني؟ واخا كيمشي الريزو كتجيب خبيرات من داك الشرفة. قول لي شفتهم جوج كيتعشاو في الريستور؟ هادشي فيه الشك، راه البورطابل هذا وجرك على الله. واخا كيقولوا الريزو كيمشي ليا مره مره، السيك دريس طاح فيه البلان تقادت لي التعبئه. اسمع البورطابل، إذا مشى حتى تحقق هادشي اللي عندي في بالي غنشريك البورطابل ديال بصح. كي فيبري وحسن من هذا وتكلم كيما بغيتي يا ولدي البورطابل. الو. ليلى تيسي او موان اسكو تو فو. سبق لي وقلت لك ان هادشي كيهمني. واقع ويلزمك تتعامل معاه كي كنتعامل معاه انا. ولكن على حساب من؟ على حسابي، على حسابك، على حسابنا بجوج ما تيهمش. عرفت ليلى علاش ديما كتساوميني؟ هادي يا علي ماشي مساومه بل اختيار. الله يخليك يا علي، ما تخليش امر بسيط بحال هذا يبعد بيناتنا. انت عارفه بانني ما كنقدرش رفض لك اي طلب، وهادي هي نقطه ضعفي معاك. أنا سيدي حاج، خاصك شي حاجة أخرى؟ لا 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 بنتي. مساء الخير يا بابا. مساء الخير. مع السلامة.
ولدي؟ ايوا عشات الغوبة شا جاي تلقى على وجهك؟ لا والو بابا. كيفاش والو؟ لا 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 لا، هادي ماشي حال شاب كان عنده موعد مع خطيبته. لا 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 لا، اسمح لي. الحقيقة بابا أنا حير. علي ماشي من عويدك تخبي عليا، أنا رانا صاحبك قبل ما نكون باك. احكي لي ياك لاباس. غنيني شوية شوية، غنيني وخد عيني. أنا عاونك العيش. مالك معدب راسك معدباني معاك؟ سافين تكوني انتي مولات الدار الشوار شوارك. واش معيتيش؟ ما كاينه غير انا في هاد الدرب ولا بنتك حيت قساوه؟ ياك هذا هو الجزاء ديال واحد كيبغيك. علاش دايره معايا بحال هكا؟ اولا انتي من النوع اللي ما تيجي غير بالسيف، باش حسن مني انا داك السكيري باش؟ خاص تعرفي بلي هذا راه الحطاب اللي كيوقف في طريقه كيعفط عليه عفطه وحده ما يعقلش عليه. دابا تعرفي شكون الراجل فينا؟ دابا تعرفي شكون الراجل فينا؟ خذ البنت ولي هي ام هنيه. جمعتي لي دوك الوريقات والوثائق اللي قالت لك عليهم سعاد؟ هي بنتي موجودين. ها علاش بنتي بغيتي تنوضي علينا نار زمان هادي همدت وطفات؟ الحقيقه ام هنيه عمرها ما كتدفن، مهما طال الزمان لازم ما تبان. والله بين الحق. صافي يا زينب كملتي لا سيزي؟ فين نيت؟ فوالا. يا علي افاس مو توسا. حاضر سيفي. بارفي. سيدريس المقال ديالك كان رائع وله قيمة علمية كبيرة، من خلاله وضحتي امور كثيره كانت غامضه فيما يخص جراحات القلب وبالخصوص سبحان الله. سيدريس فين وصلتي؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير. انا هنا غير وكان ياك ما محتاج شويه الفلوس؟ لا 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 لا، خيركم مغرقني ولا ما مرتاحش معنا؟ بالعكس أنا من نهار اشتغلت عندكم هنايا وأنا مرتاح. إذا فين هي المشكلة؟ المشكلة هي بنتي ليلى. مالها ياك لاباس؟ ظهرات وبدات كتسولني عن الماضي. هذا من حقها؟ هي ولكن أنا اش غنقول لها على هاد 14 سنة اللي فاتت؟ بكل بساطة الحقيقة. الحقيقة؟ يمكن هذا هو السبب. الحقيقة. اهلا بنتي العزيزه، توحشتك والله ما عرفت واش باقا ساكنه في الدار ولا تحولتي للبيرو. ماما الله يهديك، والله الا غير كثرت الشغالات وخلاص. خلاص عليا من الشغالات، كتخرجي مع سي حديك وما كترجعي حتى نصاصه الليل. ماما راني ماشي دريه صغيره تخافي عليا. انا ما خايفاش عليك من الناس، خايفه عليك من نفسك. شنو كتعني يا ماما؟ داكشي اللي معشش لك في راسك. وايلي الله ينعل الشيطان، عاد بان لك باباك فين كان زمان هادي؟
ماما الله يهديك. اسمعي نقول لك، راك تضيعي وقتك في الخوال خاوي، وداك الشيء اللي كتهمشي فيه راه كبر منك. يا سيدي غير تهنى الله يهديك. قول لي بعدها البنت شحال في عمرها؟ ايوا انا فوزو فيت با كون هاني، واش حنا اول مره غنديروا هذا الشيء؟ المسائل الاخرى اللي بيني وبينك حتى نشوفوا ورجليوها. احنا لا لا صاحبتي، كون صحابني هاد قضيه بابا كتاخذ منك هاد الوقت كله كون كاع ما نشجعك. ماشي الخاطر يا اختي سعاد، قضيه بابا بالنسبه لي راه قضيه العمر، واي فشل يمكن يقضي على حياتي كلها. احسن عوان ديك الميمه عندك مسكينه. فكرتيني في ماما، امرها غريب محيرني. كيفاش؟ كل ما حاولت نجبد معاها الموضوع الا وكتغير هي الموضوع بطريقه غريبه. الجواب على هاد الشيء كله عند باباك الا كان هو مستعد يفتح معك الماضي. كل شيء بابا مسكين البارح غير سمع سميت سفوريل ونتبدل، خلانا ونض كيجري. لابد لابد ما مسك براس الخيط. وعلي؟ براءة بابا بالنسبه ليا فوق اي اعتبار. كنظن من لائق تصاحي علي بالحقيقه. ماشي دابا، انا يلا في البدايه، وبصراحه الامور مازال ما وضحت قدام عيني. وملف القضيه خرجتيه؟ خديت موعد مع المحامي اللي كان مكلف بالدفاع على بابا. انا هاد الشيطان وحضر لي مال شهاده مال اللي طلبتي لنا، واخا كاع تكون غتبيع النظر باش احمو. اشوف بس وتكون دار من بغات، والله بقى لها الثمن اللي بعتها لي. زيدي نشوف، زيد دابا التعام كاير، ما راضي تنزل يسلم عليا. هذا راه مدير كبير ودو مالي، ما باغي حد يشوفه ولا يعرفه. واش سالي نبيع في الحشيش؟ في كونتربوند؟ نهاك الله خلينا ناكلو طريف الخبز مع السيد. باغي يدخل مستور ويخرج مستور. ودير خصك تفهمها وهي طايرة. كاولي يتخلوها مع راسها هي على فهمتي باغي تردوني في هاد الحومه. شوفها زيد تكركب مع راسك. والله الا كانت لي واخا نبيع فيها غير الدجاج. مالك ياك لاباس شفتك بحال ما تفهمتيش معاه. لا غير قال لك غيدير العز ديال بنته في الصيف وبغى يخليها تن ورا الصيف عشان يبيعها. وخلاص عليا قران هذا توا نحيرو معاه، ها هو اللي عنده الديور. طلع طلع يلا نشوفوا جهه اخرى. سير من تحن سير ديالك ما تبقاش ترجع عندي انا كاع تكركب. أتيس مرة سقا صح مالك ما بغيتي تفهم والو؟ بالعكس أنا فهمت كل شيء، ولهذا الرأس ديالي قساح. أسيدي إش عندك ما تفهم؟ واش عندك ما تعرف؟ يكفي نعرف أنك إنسان مخلوط كتجرف حياة الناس، كتلعب بالأدوية وبالحسابات وفي الضرائب. هادي راه مصحة، هادي ما هي شيء وزين ديال الحلفة. إوا دابا صافي اللي سمعك تقول هاد الكلام غادي يقول لي بلي انا شفار. يا سيدي انا كندير شغلي. شغلك شغلك حنا حددناه ليك وانت تجاوزتيه وبديتي كتلعب لعبك، وانا راني ما غادي نتهنى حتى نفضحك قدام الاطباء كاملين. شنو زعما كتبغي تهددني بهذوك الجريقات اللي عندك ولا؟ اسمع نقول لك واحد النصيحه، اللي داروا من الدجاج ما يشيرش على ديور الناس بالحجر. والسلام. ما قلتي عيب، ما قلتي عيب. ليلى بابا اش اخبارك؟ تفضلي تفضلي.
كيف درتي حتى وصلتي لهنا؟ لأنه فمو ما يتلف وصحاب الخير موجودين. عسلامة. شنو هو سبب الزيارة وشنو المطلوب مني؟ المطلوب منك يا بابا هو تهدأ باش نقدروا نتفاهموا. لا أنا ما بغي نتفاهم مع حد. صافي أنا عييت عييت. أنا بابا ما كلومكش لأني عارفة الظروف والأسباب اللي وصلتك لهذه الحالة. ما عندك ما تخري في هذه الجريدة. الحقيقة ما كاين شيء هنا. ثم أنتم علاش باغين تعرفوا هذه الحقيقة علاش؟ أش باغين عندي؟ حرام عليكم. علاش ما تخليونيش نعيش كيف ما بغيت أنا علاش؟ أنا ما طلب منكم والو، أنا ما باغي منكم والو. صورتك بابا عمرها ما فارقت عيني. أنت في المحكمة كتغوت بكل ما أعطاك الله من جد بأنك بريء. بريء. من ذاك الوقت صممت أني ندرس المحاماة باش ندافع على الحق ونصل المظلومين اللي أنت واحد منهم يا بابا. أمضر هذاك دريس اش درتي معاه؟ أختي واش درت معاه؟ ما درت معاه والو. أنا صابرة وصافي حتى حل ما بغى يديروا معايا. وأختي تا هو دارها بلا وادي نسبحي ليه. خلي على الله وصافي. عباد الله واش شفتوا ملي طلعت عند الدريه ولا لا؟ عباد الله انا انت كنتي حاضره الروبيو. الله يجعل السلامة. ماشي حاجه واقعه في الدار غير بلاتي عليك. هالبورطابل عيطي عليه هاد الخدمه. بورطابل ماشي ياك لاباس هاد الجوقه ياك. ماشي مصيبه. مصيبه سيري الله يدينا ويجيبك على خير. كاينه شي مصيبه اكثر من اللي دار السيك دريس. اش كتقول؟ حتى براجع ما عليه الجوقه باش يدير الشهود. ثم انا ما لقيتش التعبئه وما نقول الو دابا للبوليس. علاش المصيبه؟ السيد ما بقاش عاجبينو البيران والقهوه باغي يجيب لنا الشواته للدرب. كيفاش؟ كيفاش؟ السيده اللي كانت معاه في الريستورون ها؟ راه الفوق عنده في النافيه ميطاج. فين الفوق؟ الفوق غتقال لي زيد شي اوراق. سير الله يدينا ويجيبك على خير. خلال العيشة ما عندكش لاش تعجبي. راه هو الفوق. شحال من مرة كنت برا منك كنقول لك بعدي من داك الجلاخ ولا بغيتي تبعدي منه. إوا دابا طلعي تشوفي بعينك. قول لها طلعي تشوف. طلعي تشوف. غتشهد معايا الروبيو العربي السي محمد تشهد معايا وأنت ولد إبراهيم زيد أخويا معايا. الشقة ديالاش وقالوا بدريس دخل شي وحدة. وحدة ديالاش وين؟ على وحدة ديالاش شي درية تكون عايش شي درية. أبابا هادشي كله اللي كتقول فيه راه معقول وأنا مقتنعة به. ولكن ما عندك ما تديري. القضية خاسرة ما كاينلاش تمحني راسك بنتي. لا بابا اللي بغيت نقول هو أني باش يمكن لي نفتح الملف من جديد كيخصني نثير عناصر جديده في القضيه. كيخصك تعرفي ان لولا ماماك عمر الحس فوري ما كان ينتصر عليا. ماما؟ ايه ماماك اللي كانت غاديه تطير بالفرحه لما توصلت بالورقه ديال الطلاق. وشنو علاقه ماما بالحس فوري؟ ماماك راه هي اللي عطات الحس فوري الوثائق اللي كنت بها كنهدو وضيعت من يدي السلاح. فطبيعي كان الحس فوري ينتقم. بدلوا لي الملف ديال المريضه بكل ما فيه من تحاليل ضروريه للعمليه الجراحيه واعتمدت انا مع الاسف على ملف خاطئ بلا ما انتبه وكانت الكارثه. المريضه ما تحملاتش العمليه وماتت بين يدي وحملوني المسؤوليه. انت الروبي خلاص انت اللي كانوا طالعين غادي تشهد داكشي اللي شفتي واللي شفت عينك. ياك لاباس اش وقع؟ اش كاين؟ اش هاد الجوقه عايشه ياك لاباس؟ محزم شكوى ديال اللبن وكتقول منين جاني الدبان؟ عباد الله راني ما فاهم والو، قولوا لي شنو وقع؟ اش هاد الجوقه عايشه ياك لاباس؟ ياك الغدار هذا هو جزائي. حسبتك كتبغيني؟ ساعه انت قول لي راكد على الغدار. انا راكد على الغدار؟ ايوا
شنو؟ مخلي السيدة حاملة ومشيتي تقلب على وحدة أخرى. والترى قال لك حاملة. حاملة؟ كيف كتسمع؟ عايشة حاملة منين؟ شتي أنت؟ والله ما تستالد مع وحدة من عينيها، فضلتي على وحدة من بنات القهاوي. أنتم كلكم راه ما عرفتوش شكون هي هذه. هذه راها بنتي، بنتي ليلى، بنتي من لحمي ودمي. وناري تخلطوا لي العرارب. مشى لي الريزونه في هذا السطح صافي. يلا اللي عنده شي شغل يمشي يخليه، يلا فرتكوا عليا هاد الشوخه، يلا. وكثر شي انت، انت يا وجه النحس يا وجه المصايب، والله ما تعطيني اتساع يا تنعمل معاك اللازم، كتسمع ولا لا؟ يلا تبعوه. يلا. ما فهمتش يا ليلى، ياك لقينا باباك اش مازال كنتسناو؟ انا مقدره موقفك، ولكن دابا ما يمكنش يحدد حتى شي موعد. حتى لين غادي نبقاو فحال هاد الشكل؟ حتى لين علي؟ كنظن ان طريقنا هنا غتفترق. اش كتقصدي بهذا الكلام؟ قصدي واضحه علي، كل واحد يشوف حاله، كل واحد يشوف حاله وبهذه البساطه هذه. ياك ما غلطت في حقك علينا، ملي غادي توضح لك الامور هذيك الساعه غتعرف علاش انا خديت هذا القرار. والسر البادي عيا لما يقول للشمس والقمر هل تطلع. ماما بقى ما نعستي؟ كيفاش بغيتي يجيني النعاس وانا كنشوفك كتحطمي حياتك بيديك؟ انا اجاك تصرف درتي مع علي. ها اتصل بيك؟ معلوم اتصل بيا، بغيتي يبقى جالس كيتفرج تيفوت الفوت. ماما حنا غير في مرحله الخطوبه، والخطوبه ما هي الا تعارف. ما تنسيش باننا كنعرفوا علي من زمان. اسمعي بنتي، هادشي راه ما تخليهش لراسي، بغيت نعرف اشنو كيروج في دماغك. لكني ثقي بيا، راك كتلعبي بالعافيه. غير تهنا يا اختي زينب، القضيه راجلك راه مربوحه 100%، والجلسه غتكون نهار 15 في هذا الشهر. والله العظيم ما عرفت ما نقدم ولا نوخر، اكثر من جهدي راني دايره. خلي ايمانك بالله قوي ونعمه بالله. وشحال اختي غادي تقام عليا هذا الشيء؟ الله يهديك اختي زينب، واش حنا بيناتنا الفلوس؟ خيرك مهرقني اختي ليلى، الله يكمل ليك سعدك ونفرحوا بك انت وعلي ان شاء الله. هذا الدوسي غادي يعاود يتحل من جديد. لا 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 لا، ثقي بيا على ان جميع الاوراق والدوسيات والمستندات والملفات كلهم في الحفظ الصون. والمهم لا حوريا، خليتك على خير هاد الساعه، الله يهنيك. جميله انا هذيك راه قعدت سترنج. انا سيد الحاج. ايوا اراك الشي طرح يكون فعلتك، وشوف هاد المره خويا غنخليك انت تغلب. والو بابا، هاد المره ما عندي خاطر اللعب. ايوا خلاص تاني عليا، الحياه راه هي هادي، كلها صداع وكلها مشاكل. علاش انت كتهزها من تقلت؟ الانسان راه في صراع دائم مع الزمان ومع الحياه. نبغي العود ديالك يكون صلب وقوي ومتين، ما تحنيش الراس لاي ريحه هبت عليك، وما تثق الا في نفسك، عمرك ما تثق بشي مخلوق. هكذا علمني الزمان وهكذا نبغيك تكون. ولكن بابا ما يخطر لكش في بالك المشاكل اللي كنت تخبط فيها مع ليلى هاد الايامات؟ يا ودي الله يهديك. واه ليلى خليها، علاش انت بتصدع راسك؟ خليها دابا تجي هي برجليها حتى لعندك وتطلبك وترغبك باش تسامح عليها على داكشي كله اللي درت لك. يا وليدي علي، رانا ما نبغيش نسافر وانت في هاد الحالة. مسافر؟ ملايين بالسلامة.
وعلاش ما قلتيش لي من قبل باللي كنتي حاملة؟ حاولت نصالحك ولكن خفتك تدع مني. وخليته حتى نهار الجوقة وقدام الناس وعاد لقيتو لي الخبر. الحطة بدعيت الله هو السبب في كل مجرى. المهم ابتداء من اليوم حتى واحد ما غادي يبقى يقدر لا يتعرض لك ولا يقول فيك كلمة ناقصة. بالحق إلا قبلتي تزوجي بيا. اش قلتي يا بنت الناس؟ ويلي الحطة بنتي ما تسامش صاحبي ولا ياك لاباس. ويلي الخدمة جات تلبين يدك وانت ما كاينش. فين هي الخدمة السي عباس؟ واش عرفتي شحال الساعة ولا لا؟ تينا شوية تمرك حق راسك اصاحبي. السماس رجال كبار بحالك ما عندهمش ما يحقوا تاريوسهم. تعال شوف السيد راه كون راه مزير على شي سكنة راه النهار وما طال هو يتسناك كون راك شرف طوموبيلته. اهلا سي سفول. لقيت لك واحد سكنة فاعلة تاركة من داكشي اللي عجبك منك للخلا واخا يموت بنادم اما كاينش يجيب لك الخبر. خلينا دابا من هاد الهضرة وطلع طلع. واخا انا سيدي طرق السلام. يا قارة الوادي طاردت وعاد دائما يشبه الأحلام من ذكراك. هذاك السيد كتعرفوه؟ هذا إدريس كاري لي بيت في السطح دار شي مصيبة. لا سمعت بلي بينك وبينه شي شنآن شي غيار. لا غير شي صداع وخلاص. سير حطاب كي ظهرت بلي انا وياك كنحاربوا في جبهه وحده ضد عدو واحد سميتو دريس. هاد دريس كيخصنا نوجدوا ليه شي خطه اللي نجيبوه على الزنافر وقد قد. انت شنو بينك وبينه؟ لا لا هذاك شي كيهمني. المهم انت اجدر ليك في هذا الكلام اللي قلت لك. اش غنقول لك فاش هاد خينا هذا انا مستعد ندير يدي في يد الشيطان. وعلاش الفضيحه اللي دار لي عمرني ما ننساها. اش من فضيحه؟ البنت اللي كنبغي عيشه بنت واحد السيده ساكنه عندي قال لك سيدي حامله منه وانا ما في خباري والو تابع. انا باغي معاه المعقول اخويا. لا لا كراف الحطاب هادشي سير طري كراف. كيضر لي انا وياك قريتك غادي نتفقوا مزيان. اسمع اعطيني عقلك واعطيني ودنك. هاد دريس قلت لك خصنا نصوبوا ليه واحد الخطه اللي نصفيوها ليه قبل ما يصفيها لينا. الخطه ها كيفاش غتكون؟ اسمع مزيان. ميمكنش ماما قلبت لي في الوثائق ديالي. الحق هادشي ماشي غريب عليها.
عباس اش قالو سي الحطان؟ ما بانش لك البورطابل وي العجابه هذاك اللي نهار وما طال ولا سخفك بحال نقول هذا عاد تالف علي انا سولتك على البورطابل انت تعاود لي على حياته اجي ياك البورطابل عنده بورطابل عيط لي في البورطابل راه يجيك البورطابل درك بان لي بلي ناشط مع راساتك وبغيت نفخ لي دماغي انايا يا ويلي انا شكون جاي عند الاخر انت ولا انا اذكر الكلب وجد زروات ها هو جاي لقاه فين مشيتي وانا خليتكم عندك طرشي اسمع لي خليتني كنت زين اسمع اسمع اش نقول لك اسمع اش نقول لك نعم سي إدريس الرازي ايه نعم سي بس حوايجك يلاه معنا معكم شكون سي البوليس البوليس ياك لاباس حتى تما غادي تفهم واخا سي دقيقة وأنا معكم تفضل يهديك الله مويم حجوبة الأعمر بيد الله اللي بغاها الله تكون ميمكنش ميمكنش يكون بابا ومونة الفعلة أحياني ضحك لي على بنيتي يا وخلاني شفايا وضحك الجيران الزويدي يهديك الله مويم حجوبة كلام الناس فينا فينا درنا أو ما درناش المهم بنتك يحفظها الله وتنوض بالسلامة طبيب خارجي أنا مزوجة بك العر أسوي الطبيب أنا مزوجة فيك سيدة محجوبة رحموني يا نايا محجوبة رحموني ألا لك خصك دوزي عندنا الإدارة الأمن باش تدلي بالشهادة ديالك شهادتي وشكون سيدي من غير هذاك الظالم ديال دريس هو اللي تعدى لي على بنيتي يا ربي تاخذ فيه الحق يا ربي دكتور سعيد نعم سيدي ضابط الشرطة نعم قول لي يا دكتور كيف دايرة الحالة ديال الضحية واش يمكن لينا نهضروا معاها شوية لا سيدي في هذه الحالة لا في غيبوبة هي أسيدي تيقوا بيا تيقوا بيا راني ما درت والو هي ولكن دابا السيدة راه في المستشفى في حالة غيبوبة وأنت دابا كتقول لي ما درتي والو أنا راه ما يمكن لياش نأدي عيشة لكن أنت آخر واحد اللي شتيها وأنت اللي عندك دواء فيها قوية باش يمكن لك تنتقم لأن تفضحتي وتعرفتي باللي أنت اللي محملها هذه مؤامرة ضدي ومولها ما يكون غير هذاك الحطاب اي بالفعل الحطاب هو اللي بلغ عليك وكيقول بلي متاكد من هاد الهضره كذوب سيدي كذوب هذاك الحطاب راه هو العدو ديالي وهو سبب هاد المصائب كلها اذا هاد العداوه اللي بيناتكم اكيد عندها اسباب معلوم السبب هو عائشه عائشه اي عائشه لانها رفضت تزوج به رغم الاغراءات ديالو وفضلتني انا عليه هذا هو السبب بون الو شكون معايا اهلا سيد الحاج لاباس هلا يخطيك طبعا في خباري وضربه واش من ضربه الله يعطيك الصحه معلوم هذاك التهمه تابت عليه كيظهر لي غادي يرتاحوا منه واحد العشر سنين اخرى
الحطاب؟ ما الحطاب؟ هذا كيخذ فلوسه. لا 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 هذاك غير تهني من جهته. صح هو هذاك. غتكلمي على خاطرك، خبرك بنجاح مهمته. ما فهمش اشنو باغا تقولي. عمرني ما كنت نصورك ماما تكوني بهذه البشاعه. كنت كنعتبرك امي تاليه. للاسف الواقع كذبني. وضحيك لامك قلت لك. كنتكلم على انسانه رمت وراها كل المبادئ والاخلاق. ما يمكنش ما يمكنش تكوني انت ماما. سكتي. ضربي ضربي كما بغيتي، ولكن ثقة بيا بانني ما غاديش نسكت. ما غاديش نسكت. سي الحطاب، حنا كنعملوا الخدمه ديالنا والهدف ديالنا راه واحد. كنا كنقلبوا على شكون صاحب هذه الفعله. ولكن يا سيد المفتش، اللي كي رانا قلتوا لكم دريس هو مولاها. ايه دريس، شحال هادي من عام وساكن عندك وداك السطح؟ 4 سنين يا سيد المفتش، ومن نهار سكن عندي وانا في المصائب وفي الصداع، ديما جاي سكران وديما الجيران تيتشكاو منه. جاوب على قد السؤال. 4 سنين نعم سيدي. في المحضر قلتي باللي عائشة كانت عندها علاقة بدريس غير شرعية وكانت حاملة منه، كان هادشي؟ والدرب كله في خبارو. وحتى دريس في خبارو. دريس؟ لا سيدي لا. قول لي انت ضرب في المكتب الاخر حتى نسالي. نعم سيدي. سي الحطاب، ها كتعرف شي واحد اسمه بورتابل؟ بورتابل؟ ايه كنعرفو، واحد الهبيل ساكن في الدرب كنعطف عليه مره مره. لا خدمه لا ردمه، مسكين ملي كنمشي نتخلص في الكراويت كندور معاه. يمكن لك تنصرف، ولكن ما تمشيش بعيد، غادي نحتاجك. واخا سيدي. كطلبي مني المستحيل اختي ليلى، ونفرض قبلت نساعدك، كي غادي ندير حتى نوصل الوثائق اللي بغيتي؟ يا كلشي كدا تقدم عينك، حتى حاجه ما كتبقى عندي. الحاس فوري سد على كلشي. وزيدوا بيناتكم، علاش دخلي في هادشي؟ قلتي لي انك باغا ترجع لي الخاله درتفك. هذه هي المناسبه. عمر خيرك ما غنساه، ولكن غنخرج على خدمتي. انت عارفه الحاله كيف دايره. غير تهناي، انا عمري ما غنتخلى عليك. المهم عندي هو السفور يطيح بين يد العداله. غير تهنا بابا، جهدي كله غنديرو ان شاء الله. غير وكان بغيتك تقولي فين كنتي لي في الحديثه. فين بغيتي لي نكون بنتي؟ كنت مع صحابي في البار. ولكن يا بابا، الشهود كيقولوا انهم شافوك ديك العشيه مع عائشه. فعلا انا كنت مع عائشه ووصلت حتى الكارتي، وملي قالت لي بغات تزور صديقتها زبيده خليتها ومشيت لحقت على صحابي. بابا اسمح لي نقول لك، هذاك الحرام اللي كتشرب راه ما كيزيدك غير مصيبه على مصيبه. يا بنتي يا بنتي الله يهديك، راني محبط. طير وتكسر وجنوحو، اش بغيتيني نعمل؟ خليها الله خليها الله. سي دريس، سي المفتش كينتظركم. الاستاذه ليلى الرادي، النائبه عن موكلي السيد دريس الرادي. متشرفين، تفضلوا. التقرير الطبي كيقول باللي الضحيه تعرضت لضربه قويه في البطن ديالها، وهذا هو اللي تسبب في الموت ديال الجنين. هذا الشيء كاين سيد المفتش، وعلى اساسه تم اتهام وكيلي. والاهم من هذا هو الضحيه عندها جرح عميق في العنق ديالها، هذا كيعني انها كانت لابسه سلسله ولا شي حاجه من هذا القبيل اللي دفعت المعتدي انه يحاول ينتر منها بقوه. فعلا فعلا كانت لابسه سلسله ديال الذهب معلق فيها دبلون مكتوب عليه الحروف الاولى ديال سميتي وسميتها. اذا عنصر السرقه غادي نضيفوه لمحاوله قتل.
كنظن سيد المفتيش انه لا يعقل انسان كينوي الزواج من انسانه بنهار يوعدها بالزواج وبلي اللي حاول يتخلص منها. الاحتمالات كلها وارده والتحقيق غادي يجيب الجديد. الو انا الحطاب. اي انا ديك الديره اللي وصلت عليها. خلصوا مولاي خلصوا. حطاب غادي تحرك معنا الشاف بغاك. واحد دقيقة الله يجزك بخير. دقيقة اللي نعطيك هي فاش غتمشي معنا. واخا سيدي ما تعاودش ما تعاودش. السلام عليكم. بلاش كعرفتوش حاجه جديده. تفضل سي حطاب جلس. دخل. لا سمح لي عفا الله. حسن اخبار الخير؟ كاين شي حاجه؟ تقريبا هي داك خينا اعترف، ولكن بغيت نسولك البورطابل اش جايدير عندكم هنا في الكوميساريه؟ انت دابا كتسولني؟ اذا على هاد الحسبه نوض جلس في الماكينه ودير التحقيق. اسمح لي يا سيدي اسمح لي. مع ذلك غنجاوبك. البورطابل سيدي جاب لنا معلومات جديده في قضيه الاعتداء على عائشه. معلومات جديده؟ شي قال الله يفعلك. يلا قلتي لي بلي ما بقيتش كتكمل. لا غير بعض المرات ملي كيتزير عليا راسي كنبغي وانا علاش استدعيتوني؟ داكشي اللي كان عندي راني قلته في المحضر وما بقى عندي ما نزيد. صافي حتى شي حاجه اخرى؟ ما عندكش شي معلومه جديده اللي غادي تعاوننا باش نثبتوا الجريمه على ادريس؟ او على باقي ما ثبتاش. مع الاسف كيخصنا حجج قويه لان جميع المعلومات اللي عندنا كلها ما هي غير اتهامات. ولكن انا رشته بعيني. انت شتي غير الخيال لان كان الليل والظلام. نزيدك حاجه اخرى، المعلومه الاخيره اللي عندنا كتقول باللي الاعتداء على عائشه ما كانش من طرف واحد، جوج. فلي واه واه مفتش ولا كيكلمني في شكل ياك ما وركو على داك العبيل ديال البورطابل وقال لهم كلشي. لا داكشي الامور صافا ابسط خابيه خابيه خليتي ولدك
عمر سي المفتش بلع الطعم ولا مازال؟ كيظهر لي باللي السناره وحلت الحلقوم. كانت فكره مزيانه هذيك ديال نعيطوا على البورتابل يجي لهنا ويشوفوا الحطاب. باش حتى لو كانت بيناتهم شي حاجه غادي تبان. علاش كذاب تلقى الحطاب كيجري للزناقي والدروبه كيقلب على البورتابل باش يعرفوا شنو قال لينا ولا اش بغينا واش شنو قلنا ليه. عرفتي اش غايجيك منها؟ غادي تبع ليا هذاك البورتابل وتعرفوا فين كيمشي وفين كيجي وفين كيسكن وشنو هي العلاقه اللي عنده مع الحطاب ودريس. نعم يا سيدي. تفضل. سمحي لي يا عائشة، أنا السبب في كل ما جرى لك. شحال قلت لك باللي هموم الدنيا كتقلب عليا، وباللي طريقي مظلامة وكلها شوك وما تقتيش بيا. لكن دابا لا، يكفي من الحقرة ومن الغدر وأنا صابر. لا، أنا كنوعدك عائشة أنني غادي ناخذ لك حقك مهما كان الثمن، والظالم لازم ما يتحقق. لازم. إذن كما قلنا السيدة لا بأس عليها، إن شاء الله تخرج من الخيبوبة تيلاد ويكون غير الخير إن شاء الله. صاحبي ميرسي. غير تهنى بابا، طب أكد لي أن عائشة تجاوزت مرحلة الخطر. سامحيني يا بنتي، ما حنتك معايا وشغلتك على القضايا ديالك. قضيتي الكبيره بابا هي انت، وما غادي نتهنى حتى يرجع الحق لماليه. هكا سيد الحاج دوا ديالك، انا طالعه نصيب لك فراشك. واخا جميله واخا. مالكي كلاباس؟ عتقيني اختي ليلى، عتقيني بالماء، عتقيني بكوز ديال الماء. وليلى هاك شربي. هانتي ليا شنطرة. ناري ناري قفرت ليا النخرة ليا. اش وقع؟ اشنو وقع؟ اسبوع وانا كنتسنى، واليوم جات الفرصة المناسبة اللي خلى اللي كان المكتب ديال السفور يخاوي. وي كيفاش؟ مصيبة كحلة هادي، خليه تما اللي جاي. سيري شوف شحال. واخا سيدي الحاج. ومن بعد واش غنقول لك؟ اختك شداتها بجرية ما وقفت حتى راس الشارع، شديت الطاكسي وجيت عندك مباشرة. الوثائق كلها معاك؟ معلوم. ها هي. تبارك الله عليك اختي زين، ما تصوريش الخير اللي درتي فيا. احيانا يا اختي ما تصورش باب جهنم اللي حليت عليا. باش نضمن لك سلامتك لازم ما تخسفي انت الوثائق حتى يطيح داك المجرم في يد العداله. ولكن الوثائق ليش يبقاو معايا؟ معاك انت غادي يكون في امان اكثر. واش انت متاكد من هذا الكلام اللي قلتي؟ تحريات يقولوا بان صفوري هو مول السياره. غريب، ولكن شنو هي العلاقه ما بين واحد سمسار ومدير اداري ديال المصحه؟ حطاب سمسار
وكل واحد ممكن يحتاجه. على كلنا اتجاه هو كيخصنا نبحثوا فيه. شكون عارف؟ سامحينا ام محجوبه اللي جيت عندك فهاد الساعه من الليل، ولكن الا عرفتي علاش غادي تهضريني. هضري يا بنيتي، شنو واقع؟ هادي زينب مالها؟ خصها تحكي لك هي من بعد. اللي نطلب منك دابا ام محجوبه هو تخلى عندك واحد 3 ايام ولا 4 ايام. 3 ايام ولا 4 ايام بد ما نصفي شي امور، وراه حتى واحد ما خصو يعرف انها عندك، لان حياتها في خطر. في خطر؟ سي دريس، انا عندي احساس انك بريء، ولكن كيخصنا معلومات اللي توصلنا للمجرم الحقيقي. اسيد المفتش، انا كاع اللي كنعرف راني قلتهم. عارف عارف، ولكن كيخصنا معلومات جديده اللي تفيدنا وتزيد من الخدام. معلومات بحال هاد؟ واحد الشخص في الليله ديال الحادثه جا كيسقسي على الحطاب وتلاقى معاه وداو جاب معاه في الهضره. وشكون هو هاد الشخص؟ حد اسمه الحاج. الحاج السفوري. السفوري؟ واضح من رد الفعل ديالك انك تعرفه مزيان. الله يا ودي، الله ياخذ فيه الحق، هو سببي في كل مجرى ليا. علاش؟ هو اللي كان ورا التهمه اللي تلفقت ليا هذه 14 سنه، بحيث شطبوا سميتي من لائحه ديال الاطباء ومنعوني انني نمارس المهنه. اذا الامور كلها هنا توضحت، ولكن كي تطرح سؤال. شنو هاد السؤال؟ علاش هاد الحاج السفوري باغي يعاود ينتقم منك مره اخرى؟ السبب بنتي، بنتي ليلى المحاميه اللي بدات هاد الايام كتنبش في الماضي وكتراجع الاحداث. مساء الخير. مساء الخير سيدي. كاينه ام محجوبه؟ ايه كاينه، شكون كيسول فيها؟ قول لها الحطام. زيد يا وليدي زيد. مساء الخير ام محجوبه. مساء الخير. ايوا يا وليدي، فين هاد الغبره؟ ما تسول فينا، ما تفتش فينا. ايوا لا حيت قرب راه الشهر. لا حاجه ام محجوبه، غير الشطون والمشاغل. كيف بقات العيشه؟ شحال من مره كنقول لها بعدي من داك المسخوط ديال دريس ولا بغات تسمع ليا؟ على ما في خبارك والو. ياك لاباس؟ ايوا الله يجيبك على خير. ماشي راه البوليس عرف شكون اللي تعدى لي على بنيتي؟ عرفوه؟ شكون؟ شي واحد كيقولوا لي السنفوري ولا معرفت السفوري ولا معرفت. انت منين جاتك هاد الهضره مي محجوبه؟ المحاميه بنت دريس. وهي باش عرفات؟ وتبارك الله، راه محاميه، راه هي اللي متبعه القضيه. شوف امي محجوبه، هذه راه غير هضره. شيكو كان هو مولف على كل قرقبوا عليه شحال هادي. الحجوج والشهود هما اللي كيحكموا، ماشي الهضره ديال الزنقه. لا لا تبارك الله، حتى هي محاميه وعندها ما تقول وحافظه صواريها وكدوي غير الحجوج والوراق. حجوج؟ اش من حجوج؟ هذيك الدريه اللي حلات لك الباب، راه خدامه عند هذاك الظالم. هزت لي شي وراق وشي عجب، إلا مشى تطاح فيهم البوليس كالله وقدر. واش عارفه شنو كتقولي امي محجوبه ولا غير كتهدرزي؟ ويلي على كنهدر زماني، انا باقا دريه صغيره. الو الو سيده محجوبه هذه؟ ايه سيدي، هذه هي محجوبه، شكون اللي بغا؟ شي خبر ما كتفرحش. ها؟ الدريه بنتك تزاد عليها الحال، وراها في حاله خطيره، خصك تجي تشوفيها وبسرعه. واه يا ناري، واه يا ناري بنيتي، خيرك كتموت. ياك ما كاين ناس امي محجوبه. واه يا ناري يا بنيتي، عتقلي وعطيني جنابيتي، وغير حضر عقلك ما يكون غير الخير ان شاء الله. الله يا بنيتي، الله عتقيني، سربيني دغيا بنيتي. تنسي غير صبر، انا جايه معاك للهدمي، ما بقاش تخرجي بوحدك. سربيني يا بنيتي. الله يا ربي، الله الله يا ربي تعالي وعالنا بيا بنيتي، غادا تموت. عتقلي يا بنيتي، وزيدي شدي لي بالطراج
الو زينب ياك لاباس كيفاش واش كنت خبركم بان عيشه في خطر منين كتكلمي دابا يعني خرجتو بجوج شوفي بقاو تما ما تحركوش انا جايه دابا هذه زربانه شي خطه جديده هذه هذاك شغلي ما تنسيش بانني ماماك ما تكلميش معايا بهذه الطريقه هذه اجي بعدا شكون انت تحسبيني على الماضي انا ما كنحاسب حد انا بغيت الحق ارجع لماليه بارك عليا راسي غادي تطرطق ما بقيت نستحمل نسمع هذه الهضره هذه الهضره هي اللي خاصك تسمعي بابا كندير فيك الثقه ساعه انت خنتي العشرة اش من عار دار فيك انا غادي نجاوبك بنتي ذنبي انني بغيت نعيش على قدي وبما يرضي الله لكن ماماك كانت كتشوف الفوق وباغا توصل باي طريقه كانت وما كيهمهاش على حساب من المهم انها توصل يسمعوا كيهضر يقول ولي من اولياء الله حتى حد ما كيكره الفلوس شي في هذا الزمان قول لي شحال عندك نقول لك اش كتسوى مع الاسف ما تغيرتيش انا كنت كنظن مع الايام أنا غادي تضربي الفقد في راسك وغادي الضمير ديالك يفيق وتغيري ولو غير على قبل بنتك ساعة عاد ما زايدة فيه سمعي انتيا يا اما تفرقي مع هاد الحمق وترجعي للوثائق اللي سرقتي للحاج سفوري ولا ما انتي بنتي ما انا امك للاسف طريقي غير طريقك كنتمنى ما تكوني سأتي الاختيار انا اللي ضيعت لكم الوريقات كاع داكشي اللي درت بحال كبيت الماء في الرمله ما خصناش نزلو يدينا مادام الحق بجنبنا ما علينا الا نقاومو الا رجعت الوثائق للسفوري غادي يبلغ بيا للبوليس ما نضرش السفوري ماشي من مصلحته البوليس يعرف عليه شي حاجه سمحوا لي يا بنيتي انا هي السبب في هادشي اللي طرا انا كون حسابني هادشي غادي يوقع كون خليتها هي في الدار وخرجت غير بوحدي كلنا نعرف سبب هذا اللقاء ليلى احتراما للعلاقه اللي كانت بيناتنا ما كانش كيخطر لي في بالي واحد النهار غادي تمشي تحرضي موظفه صغيره باش دات تسرق في الوثائق الله يجيبك على خير راك ما عارف والو خاصك تعرف ان باك هو سبب 14 سنه من الحبس البابا للاسف ورط معاه ماما حتى هي اسمع السفوري ما تحملنيش مسؤوليه اللي جرى احوريه الله يخليك الا ما تكلمي مع بنتك تكلمي معاها ترد لي الوراق ديالي والمستندات ديالي والا راه ما غادي تلومي الا راسها ما سمحلكش تمس ولا وشعران بنتي كتسمع الا كنت وقتك زمان لانني كنت ضعيفه طوعتيني وعلاش كنت بزز عليك عندك الصح لانني تخت فيك ومشيت في طريقك قولي اشنو جنيت من وراك غير الشوك والعذاب ما. قرب نقول لك زيد عرفتي هادي ديال من هادي ديال عائشة لقاوها في هذيك الخربه اللي عندك معنى هذا انك انت اللي سرقتيها كاين هادشي ياك لا الشاف راه عجل اللي عطات عليها سولها هي تقول لك كل شيء درت والو والله ما درت شي حاجه هما اللي قالوها ليا شكون هادو لا دابا عائشه عطات عليا ايه باش نبيعها باش محزوزه على الفلوس وما اخترت غير بيطالي بحالك انت هو اللي غادي يعتقها راك بوحدك غتمشي فيها راه حتى شي واحد ما غادي ينفعك علاش تمشي فيها بوحدي
تاوي مشي معايا. شكون؟ هو اللي قال لي انت داو عليها. شكون اللي قال لك تهدى عليها؟ الحطاب الشاف والله حتى الحطاب الشاف انا راه ما درت والو الحطاب هو اللي تهدى عليها. من أجل إشعار المعني بالأمر خارج من عرصة الزرقطون لابس كوستيم زرق تاكسي وحامل معه ساك ديال البلاستيك وملف زرق تاكسي صغير رقم 9312